السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، أسعد الله صباحكم بكل خير. درسنا لهذا اليوم من دروس النحو بعنوان المعرفة والنكرة. بداية، المعرفة والنكرة. الاسم من حيث مدلوله معرفة ونكرة. المعرفة، ما هو تعريف المعرفة؟ المعرفة هو ما يدل على شيء أو شخص معين، مثال محمد، مكة، الشمس. أما النكرة فهو ما يدل على شيء أو شخص غير معين، أي تفيد العموم والشمول، بينما المعرفة تفيد التخصيص. من أمثلة النكرة: قلم، كتاب، رجل. ننتقل الآن إلى أنواع المعارف. من أنواع المعارف: اسم العلم والاسم النكرة إذا اقترن بأل التعريف، والضمائر المنفصلة والمتصلة، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، والمضاف إلى معرفة، والمعرف بالنداء. سنأتي إلى تفنيد كل واحدة من هذه الأنواع. اسم العلم هو ما يدل على اسم معين لأشخاص أو بلدان أو غيرها أو كنية أو لقب، مثال محمد، أبو بكر، مكة، دبي، عجمان، راشد، زايد. نلاحظ عزيزي الطالب أن محمد وراشد وزايد أسماء لأشخاص معينين، كذلك نجد مكة ودبي وعجمان أسماء لبلدان أيضا معينة، كذلك أبو بكر هي كنية أيضا ومن المعارف. أيضا النوع الثاني من أنواع المعارف الاسم النكرة إذا اقترن بأل التعريف فيصبح معرفة، مثال ذلك كتاب. لو أدخلنا على كلمة كتاب أل التعريف أصبحت معرفة فتصبح الكتاب، وأيضا قلم مثلا تصبح القلم، رجل الرجل. إذن النوع الثاني من أنواع المعرفة الاسم النكرة إذا اقترن بأل التعريف. ثالثا الضمائر، والضمائر تنقسم إلى قسمين، الضمائر المنفصلة والضمائر المتصلة، سنذكرها لاحقا. الضمائر المنفصلة للمتكلم نقول أنا ونحن، وللمخاطب أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، وللغائب نقول هو، هي، هما، هم، هن. أيضا من أنواع المعارف أسماء الإشارة، وأسماء الإشارة هي هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، ذلك، تلك، ذانك، تانك، أولئك. أما الأسماء الموصولة أيضا هي من أنواع المعارف الأسماء الموصولة، وهي الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي، اللواتي. أيضا النوع السادس من أنواع المعارف المضاف إلى معرفة. ما معنى المضاف إلى معرفة؟ هو كل اسم نكرة غير محدد إذا أضيف إلى اسم معرفة أصبحت تدل على معين، إذن أصبحت تدل على معين.
مثل كتاب. كتاب نكرة، ولكن عندما أضفناها إلى اسم معرفة أصبحت تدل على كتاب معين. فكلمة كتاب محمد خصصنا وعرفنا لمن الكتاب وأصبحت معرفة. كذلك عندما أقول كتاب وأضفنا لها كلمة اللغة العربية أضفناها إلى اسم معرفة فأصبحت الكتاب معرفة، لأنه أضيف إلى اسم معرفة. كذلك نقول مثلا قلم المعلم، وعند إضافتها إلى كلمة المعلم أصبحت قلم معرفة. النوع السابع من أنواع النداء من أنواع المعارف هو المعرف بالنداء، مثل يا طالب انتبه. فكلمة طالب نكرة، ولكن عندما دخل عليها أداة النداء أصبحت معرفة. فنحن لا ننادي إلا من هو أمامنا، وعندما يكون أمامنا يكون معروفا لدينا وإن كنا لا نعرف اسمه، ولكن أداة النداء حددت هذا المنادى سواء كان المنادى مفردا أو جمعا، وبذلك أصبح معرفة. إذن لنستذكر معا، المعرفة هو ما يدل على شيء أو شخص معين، أما النكرة هو ما يدل على شيء غير معين أو شخص غير معين. وأنواع المعارف قلنا هي اسم العلم والاسم النكرة إذا اقترن بأل التعريف، وأيضا الضمائر المنفصلة والمتصلة. ثالثا أسماء الإشارة. رابعا الأسماء الموصولة. خامسا المضاف إلى معرفة. وأخيرا المعرف بالنداء. وهذه هي إذن أنواع المعارف، هي سبعة أنواع: الاسم العلم أولا، ثانيا الاسم النكر إذا اقترن بأل التعريف، ثالثا الضمائر، رابعا أسماء الإشارة، خامسا الأسماء الموصولة، سادسا المضاف إلى معرفة، سابعا المعرف بالنداء. ننتقل الآن إلى الضمائر المتصلة. الضمائر المتصلة، بداية ما معنى الضمير المتصل؟ هو الذي لا ينطق به وحده بل يتصل دائما بغيره من الكلمات، إذن لا نستطيع أن ننطق به وحده لأنه هو حرف مؤلف من حرف أو من حرفين ربما بالأكثر، ولكن لا نستطيع أن ننطق به وحده، لابد أن يكون دائما متصل مع غيره من الكلمات سواء مع الأفعال أو مع الأسماء. من هذه الضمائر أولا واو الجماعة كما في ذهبوا كتبوا، باء ناء دالة على الفاعلين كما في ذهبنا وكتبنا، كذلك ناء دالة على المفعولين كما في علمونا، فالناء هنا وقعت موقع المفعول به، وناء أيضا التي تقع موقع المضاف إليه كما في كتابنا أو كتابنا. فالضمائر قاعدة أعزائي الطلاب، الضمائر دائما عندما تتصل بالأسماء هي دائما في موضع جر مضاف إليه، يعني نقول أنها مضاف إليه مجرور دائما. أيضا من الضمائر المتصلة ألف الاثنين، نقول ذهبا كتبا. وأيضا من المعارف أو الضمائر المتصلة التاء المتحركة، ذهبت ذهبت ذهبتي. والتاء في الأفعال الثلاثة هي ضمائر
هي تاء الفاعل المتحركة، وهي في موضع في محل رفع فاعل، وهي معرفة في الحالات الثلاثة. أيضا نون النسوة، ذهبنا كتبنا، وهي أيضا في الفعلين في محل رفع فاعل، وهي أيضا معرفة. وأيضا هاء الغائب، كتابه كتابها، وأيضا نقول كتابهم، وأيضا كتابهن لجمع الإناث. وفي الحالات الأربعة تكون الهاء هنا في موضع مضاف إليه مجرور. لماذا؟ لأنها اتصلت كما قلنا بالأسماء، فكتاب اسم، والضمير عندما يتصل بالاسم يكون مضافا إليه. أيضا من الضمائر المتصلة ياء المتكلم، بلادي كتابي، فالياء هنا مضاف إليه. أيضا كذلك كاف الخطاب، كاف منك عنك إليكما فيكم. أعزائي الطلبة، أيضا الضمائر الهاء والياء والكاف، هذه الضمائر الثلاثة إذا اتصلت بالأفعال تكون موضعها الإعرابي أو موقعها الإعرابي في محل نصب مفعول به دائما، وإذا اتصلت بالأسماء فهي في محل جر مضاف إليه. ننتقل الآن أعزائي الطلبة إلى بعض التدريبات لتثبيت ما أخذناه. نقول في التدريب الأول: املأ كل فراغ باسم أو باسم علم مناسب. أول من أسلم من النساء فراغ، ومن الرجال فراغ، ومن الصبيان فراغ. أول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد، ومن الرجال أبو بكر الصديق، ومن الصبيان علي بن أبي طالب. انتصر البطل فراغ على الصليبيين في معركة فراغ. انتصر البطل صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في معركة حطين عام 1187. جيم فراغ عاصمة سوريا، يطل عليها جبل فراغ ويخترقها نهر فراغ. عاصمة دمشق عاصمة سوريا، يطل عليها جبل قاسيون ويخترقها نهر بردا. وهذه هي الإجابات أعزائي الطلبة. والآن سننتقل إلى السؤال الثاني: اجعل العبارة الآتية لمثنى المذكر والمؤنث وجمعهما، وأعد ضبط حروف الكلمات التي تحتها خط. هذا هو الطالب الذي تفوق في الامتحان. في المثنى المذكر ماذا نقول؟ هذان هما الطالبان اللذان تفوقا في الامتحان. بينما باء مثنى مؤنث ماذا نقول؟ هاتان هما الطالبتان اللتان تفوقتا في الامتحان. جيم جمع المذكر ماذا نقول؟ هؤلاء هم الطلاب الذين تفوقوا في الامتحان. سنرى أعزائي الطلبة الإجابات. هذه هي الإجابات: هذان هما الطالبان اللذان تفوقا في الامتحان، وأيضا هاتان هما الطالبتان اللتان تفوقتا في الامتحان، وأيضا في الجمع نقول هؤلاء هم الطلاب الذين تفوقوا في الامتحان. ننتقل الآن إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث: قدر الضمير المستتر في كل مما يلي واكتبه في الفراغ. العربي هنا يذكر الكتاب مثالا على ذلك. العربي يكرم الضيف، فهنا الفاعل من يكرم تقديره هو ليس موجود، ولكن هم وضعوه كمثال.
فنقول العربي يكرم هو الضمير المستتر عائد على العربي تقديره هو الضيفة. حسنا ب الممرضة تساعد فراغ الطبيبة تساعد هي الطبيبة. إذن هنا الفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على الممرضة. أطيع فراغ والدي أطيع أنا، فالفاعل هنا ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. دائما الضمير المستتر يكون وجوبا في صيغة المتكلم والمخاطب، أما في صيغة الغائب يكون جوازا. أيضا هنا نقول دال ندافع فراغ عن وطننا، ندافع الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، نحن الذين ندافع عن وطننا. ها لا تهمل فراغ واجبك، الفاعل هنا ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت لأنك أنت المخاطب في ذلك، لا تهمل أنت، إذن الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. السائح زار فراغ البتراء، زار هو، هنا الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على السائح. لنرى الإجابات أعزائي الطلبة، هذه هي الإجابات: الممرضة تساعد هي، الطبيبة أطيع أنا والدي، ندافع نحن عن وطننا، لا تهمل أنت واجبك، السائح زار هو البتراء. الآن أعزائي الطلبة السؤال الرابع: املأ كل فراغ في الجمل التالية بضمير منفصل من نوع الضمير الذي في أول الجملة. هذا واجب هو، والسؤال هذا الخامس أيضا، وكذلك السؤال السادس. أترككم الآن مع هذا الفيديو للاستذكار بما تم أخذه اليوم. إذا نلاحظ أعزائي الطلبة أن هذه هي المعارف: المعرف للتعريف والضمير، اسم الإشارة والاسم الموصول والاسم المضاف أو المعرف بأل، كذلك الاسم العلم. نلاحظ هنا أعزائي الطلبة أيضا أن هذه الكلمات
قبلت دخول التنوين عليها لأنها نكرات. نستنتج أعزائي الطلبة أن الاسم من حيث مدلوله يدل على النكرة، اسم النكرة والاسم المعرفة كما رأيتم. الاسم النكرة هو ما دل على شيء غير معين، مثال على ذلك أو نحو سحاب، رجل، سحاب، رجل، ومطار. أما الاسم المعرفة هو ما دل على شيء معين، وهو أنواع الضمير المعرف بال، اسم الإشارة، الاسم الموصول، والمضاف إلى معرفة، والعلم، كذلك المعرف بالنداء. حياة، هل هي معرفة أم نكرة؟ ومحبة، هل هي معرفة أم نكرة للجميع؟ إذن رأينا ما هي المعارف في هذه الأسماء وما هي النكرات. نلاحظ هنا أن حجرا نكرة، ونلاحظ أن يد الهمجية أنها عرف بالإضافة لأنه أضيف إلى اسم معرفة، وهنا من الأسماء الموصولة، وهنا معرف بأل التعريف، لذلك هم من المعارف. نلاحظ هنا أن المعرفة هو اسم الموصول الذين، وأيضا هنا المعرفة اسم الإشارة، وأيضا المعرفة هنا اسم العلم، وأيضا المعرفة هنا معرف بالإضافة، نعم، أو مضاف إلى معرفة، نعم. هنا ننظر المعارف المختلفة، لو عدنا إلى الوراء قليلا، الذين، أكرم الذين فازوا أو أكرم الذين فازوا، باسم يجري، أيضا هنا اسم معرفة، حب الوطني، هنا معرف بالإضافة، وهذا أيضا اسم الإشارة. لاحظوا هنا أن الأسماء مدينة القدس، هنا معرفة، معرفة، وأيضا هنا الأسماء الموجودة، التفريط، وأيضا هنا في خطر، تاريخ، الدين، الحضارة، وأيضا هي من أسماء المعارف. وبهذا نكون أعزائي الطلبة قد انتهينا من
درسنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم قريبا. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.